السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الاختبارات الأحادية في الدوت نت. تعرفنا خلال الحصة الماضية على كيفية إنشاء ميثود تقوم باستهلاك الأوبجكتس التي يقدمها لنا هذا الريبوزيتوري من أجل الحصول على مختلف البيانات التي يقدمها، ثم بعد ذلك نستعمل هذه البيانات من أجل حساب الوزن المثالي لكل عنصر من عناصر الكولكشن، ثم نرجع النتيجة. الآن سنقوم بإنشاء اختبار أحادي لهذه الميثود get ideal body weight from data source. تعالوا بنا أحبتي في الله من أجل التعرف على كيفية اختبار كولكشن، وإن كنا قد رأينا الأمر فيما مضى لكن الآن الأمر مختلف بحكم أننا نتعامل مع dependency، نتعامل مع ارتباط. تعالوا بنا ننشئ test method جديد، عفوا test m، تمام. سأسمي التست دائما نفس الطريقة التي استعملناها هنا، يعني اسم الميثود ثم الشرط البدئي ثم المعطيات ثم النتيجة. أوكي، اسم الميثود عندنا هي get ideal body weight from data source with that inputs return correct results. يعني إذا أعطيناها with good inputs، يعني أفترض أن المعطيات التي وضعناها هنا في هذا الريبوزيتوري هي بيانات صحيحة، ونريد أن نتوقع النتيجة حسب النتيجة الصحيحة، فنعتبرها صحيحة والنتيجة سنقوم بوضعها في الاكسبكتد من أجل اختبار الوحدة، تمام. دائما الرانج أكت assert، الرانج سنحتاج إلى ماذا؟ سنحتاج إلى الأوبجكت weight calculator، نسميه weight calculator يساوي new weight calculator، ثم نأتي ونقوم نقوم باستدعاء الميثود مباشرة. سننتقل إلى الأكت بلوك، يعني سنأتي عندنا ليست من نوع دبل، نسميها actual تساوي ماذا؟ تساوي الويت كالكوليتر دوت get ideal body weight from data source، لأن من أجل نحصل على النتائج فنقوم بوضعها هنا في الأكتوال، ثم نأتي وننشئ list للإكسبكتد، للقيم التي نتوقعها، إما أن تكون list double أو مصفوفة بشكل بسيط، نسميها expected لأنهما كلاهما مجموعات بيانات، ونقوم بإعطائها قيمها مباشرة. فنحن نتوقع أن الأوبجكت عندنا ثلاثة أوبجكتس يتم حساب الوزن المثالي لهم، كم الأوبجكت؟ ثلاثة، الأول الثاني الثالث. هذا يفترض أن يعيد لي كم؟ يفترض أن يعيد لي 62.5 حسب صيغة لورينتس، وهذا ينبغي أن يرجع لي 167 كيلوغرام، وهذا ينبغي أن يرجع لي 180 حسب صيغة لورينتس كما قلنا. فينبغي أن أحصل على هذه النتائج لأقول بأن الوظيفة تقوم بعملها كما ينبغي، تمام. سنأتي الآن هنا 62.75، أنا مسجل القيم عندي حتى لا أضيع وقت كثير فيها، ثم هنا 74، هذه النتائج الصحيحة لحساب الوزن المثالي بناء على القيم المحددة في كل أوبجكت من هذه الأوبجكتس. طيب سنأتي هنا، القيمة الأولى قلنا هي كم؟ هي 62.5، القيمة المتوقعة الأولى للعنصر الأول، ثم العنصر الثاني ينبغي أن يكون وزنه المثالي هو 62.75، ثم الثالث ينبغي أن تكون قيمته هي 74. الآن سنأتي ونعمل assert من أجل التحقق من أن الأكشوال يساوي الإكسبكتد. يمكن أن نأتي ونكتب هكذا collection assert are equal، ونضع الإكسبكتد مع الأكشوال من أجل التحقق من الاختبار، ثم نعمل له ران. نجاح الاختبار، يعني تم اختبار الديبندنسيز بنجاح، الانفيك ان ميموري داتا.
يمكننا أن نستعمل أيضا Fluent Assertion كما كنا قد رأينا في وقت سابق. سنقول الكولكشن الأولى Actual dot should be equivalent to expected. إما be equivalent to أو equal، كلاهما يؤدي نفس الدور تقريبا في هذا السياق. جميل، نجح الاختبار أيضا باستعمال Fluent Assertion. بهذه الكيفية أحبتي في الله نكون قد أنشأنا ميثود تتعامل مع مصدر بيانات، وإن كان هذا المصدر بيانات متعلق بالذاكرة In Memory Data، لكن هو يمثل مصدر بيانات ترتبط به الـ With Calculator. يعني الـ Class With Repository هو عبارة عن Dependency بالنسبة للـ With Calculator، هو ارتباط تحتاجه الـ With Calculator لكي تقوم بحساب الوزن المثالي للعناصر. فهو الآن صار عبارة عن ماذا؟ عبارة عن Dependency في هذا الـ Class. فنحن الآن قمنا باختبار الديبندنسي بهذه الكيفية، والديبندنسي ترجع لي ليست لمجموعة من القيم، ثم بعد ذلك نقوم بعمل assert لهذه القيم من أنها مطابقة للقيم التي نتوقعها. بهذه الكيفية أحبتي فلا نكون قد تعرفنا على كيفية اختبار الديبندنسيز. وقد تتساءلون معي، يعني طيب هل في كل حال في كل مرة ينبغي أن نقوم بكتابة هذه الأوامر أحبتي في الله؟ طبعا الكلام ليس مبكرا، لكن إن شاء الله في الحصة المقبلة سوف نتعرف على كيفية تحسين هذا الأمر، لأنه لا يليق أن نقوم بربط الاختبار الأحادي مع بيانات موجودة في البروجكت. يعني على فرض مثلا لو أتينا إلى الويت ريبوزيتوري وغيرنا قيمة من هنا، مثلا بدل 175 صارت مثلا 167، وعملت سيف ثم أتيت إلى هنا وعملت ران للتست، سيفشل الاختبار. لاحظوا فشل الاختبار، لماذا؟ لأن النتيجة المتوقعة غير صحيحة. ونحن دائما نقول بأن الاختبار الأحادي ينبغي أن يكون معزولا مستقلا بذاته. الآن هذا الاختبار الأحادي ليس مستقلا بذاته، هو مرتبط ببيانات موجودة في البروجكت الذي نريد اختباره. إذن قمنا بخرم القاعدة الأولى، هذا الاختبار ليس مستقلا بذاته. والنقطة الثانية أحبتي في الله هو أن هذا الاختبار ليس صحيحا دائما، ومن شروط الاختبار الأحادي أنه ينبغي أن يكون صحيحا دائما وأبدا، يعني في جميع الظروف ينبغي أن يكون ناجحا، يكون غير مرتبط ببيانات قابلة للتعديل كما هو الحال في حالتنا هذه. لذلك دائما يستحسن أن نتعامل مع فيك ديتا بدل أن نتعامل مع بيانات حقيقية تأتينا من الويت ريبوزيتوري اللي هو موجود أصلا في المشروع. سنحتاج إلى إنشاء كلاس مثل الويت ريبوزيتوري، لكن نسميه مثلا فيك ويت ريبوزيتوري، يعني ويت ريبوزيتوري زائف يحتوي على بيانات ثابتة نقوم باستعمالها في التست. وبهذه الكيفية نضمن بأن بيانات التست ستبقى موجودة في التست، وإذا تم تغييرها على مستوى البروجكت فلن يؤثر ذلك على نجاح الاختبار الأحادي. هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك حل آخر، وهو الحل الأمثل، لكننا سنراه إن شاء الله بعد الحل الأول. الحل المثالي هو استعمال أحد الفريموركات التي تسمح لنا بإنشاء dependencies زائفة، يعني fake dependencies أو mock dependencies، يعني توجد العديد. أشهر الفريموركات أحبتي في الله يوجد الفريمورك المسمى mock وينطق mockyou، يكتب هكذا. يوجد كذلك فريمورك آخر يسمى fake it easy، وهو سهل جدا. بإذن الله سوف نراهما معا، سوف نرى كيف نستعمل هذين الفريموركين، وإن كان يؤديان تقريبا نفس الدور لكن ما في مشكلة في التنويع إفادة. إلى هنا أحبتي في الله تنتهي حصة اليوم، وكما ذكرنا الاختبار ينبغي أن يكون مستقلا بذاته، وينبغي أن يكون صحيحا دائما. إلى هنا أحبتي الكرام تنتهي حصة اليوم، أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.